ستكون الشمس مشرقة مبتسمة وكن يوم مبارك إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضلوا اجلسوا جزاكم الله خير، خذوا أماكنكم. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس بلى قادرين لا أقسم بيوم القيامة ولا بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع فإذا برق البصر وخسف
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل لا تحرك به لسانك لتعجل به فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة بل الإنسان على نفسه ولو ألقى معاذيره لا إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة إن